انا ممكن ساعات تقريبا انا او انا وانت بصوا احنا مبدئيا المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم على ايه؟ احنا اتعلمنا الايام اللي فاتت ازاي اعمل مابنج للايه؟ للاس او بي. عايزين نعمل مابنج بقى للبي او اس. عشان اعمل مابنج للبي او اس انا بشتغل على مين؟ بشتغل على الصفار الزيروس. فبيقول لك البي او اس اكسبريشن الستاندرد فورم انت بتشتغل على مين؟ على الزيرو في الكي ماب، وبتشتغل بدل ما كنت هناك بتشتغل برودكت، هنا اشتغل ايه؟ اشتغل صم، تمام؟ وبقى في الاخر الكلمات دي كلها مضروبه في بعضها تبقى برودكت اوف صم. يعني مثلا لو عندك حاجه بالمنظر ده كده ايه؟ او بي بار اور سي، فدي كده كانها ايه؟ كانها 0 1 0. طبعا فاهمين الكلام ده بتجيب مين؟ صح؟ انا شغال صفار يبقى من غير بار هو 0، لو معمول له بار يبقى ايه؟ يبقى 1. يقول لك بقى لما تعمل البيو اس اكسبريشن يبقى كل جيت ماب بيبقى عدد الزيروس على الكي ماب بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الترمات بتاعت الصم، مش على طول برودكت اوف صم. فيبقى مثلا لو عندي اربع صفار في الماب يبقى انا عندي اربع ترمات مضروبين في بعض، تمام كده؟ لو انا هعمل المابنج ليها هعملها ازاي؟ يعني مثلا سي ان احنا عندنا مثال بيقول لنا اعمل ماب ذا فولوينج فانكشن الفانكشن بتساوي ايه؟ A or B or C مضروب في A or B بار or C A بار or B بار or C A بار or B or C بار. فدي كده لما نيجي نفكر فيها دي كده ايه؟ ثلاث اصفار صح كده؟ دي ايه؟ 0 1 0 دي 1 1 0 1 0 1 ده كده ايه؟ الماب دي كام فاريبل؟ 3. تمام كده؟ هيبقى عندي أول ترم إيه؟ ثلاث أصفار، صح؟ يبقى ده. الترم الثاني 0 1 0 ده، والترم الثالث 1 1 0 ده، الترم الرابع 1 0 1 ده. ده كل ده إيه؟ واحد. تمام كده؟ يبقى أنا كده عملت مابنج باستخدام الإيه؟ البيو اس. طيب لو جيت قلت لك بقى اعمل مابنج للاكسبريشن ده.
تعالوا بقى نشوف كده ده كده ايه؟ 4 فاريبل صح كده؟ يبقى ده 0 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
بعد كده صفرين واي 1 بس. وبعد كده عملت ماب لمين؟ للسيبريشن ده بس بالاصفار او بالفيروس. وبعد كده كل ده ايه؟ واحد. طيب لو انا عايز اعمل ده سمبليفيكيشن دلوقتي، انا عايز اعمل سمبليفيكيشن باستخدام مين؟ باستخدام البي او اس. فاكرين كنا بنعمله في المحيط؟ نفس الكلام. بس كل القصه بالنسبه لنا ان انا اشتغل على مين؟ على البي او اس. يعني انا كده لو انا جيت قلت لك هنا هتلاقي مين؟ هتلاقي الواحد صفر من فوق وادي هنا اثنين وصفر من الواحد ده الواحد، تمام كده؟ وممكن كمان اضافي ده مع ده. فانت ايه؟ مش هتفرق هم كده اصلا مش متاخدين، هم كده كده متاخدين، بس انت بتجمعهم كتير من زياده. ايوه ويرسم في الشعر، تمام كده؟ طيب تعالى بقى نشوف لو انا اعمل سمبليفيكيشن حاجه بالمنظر الاتي ده. ان انا اجيب كده واقول لك ايه؟ سمبليفاي قلت لك هنا سمبليفاي ماشي، قلت لك ايه؟ using views. لو انا جيت قلت لك ان اف بتساوي بي اور سي اور دي multiply A or B or C bar or D multiply A bar or B or C or D bar A or B bar or C or D A bar or B bar or C or D. أول حاجة لازم أرجع الأولى دي الشغلة الأساسية مرة أربعة مرة فوق تمام مرة ستة مرة واحدة تبقى زيرو واحد كده. يبقى أنا هعملها إزاي؟ دي إيه في الإيه مرة A B C D مرة A B C D مرة A بار 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 دي مرة A بار B C D بار C بار دي. يبقى أنا ده ناتج من دول، تمام كده؟ تمام ولا ايه؟ تمام. تعالى بقى نعملها طيب
معلش الترم الاولاني ده 0 0 0 0 اهو. الترم الثاني 1 0 0 0 0 1 0 وباقي الصفار. يبقى انا كده خلصت الترم الاولاني هنا 0 0 0 1 0 وعندي كده ده 1 0 0 وبعدين 1 0 1 0 ده وبعدين بعد كده 1 قصدي 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 ايوه في الترم بتاع الكسر رقم 3 اللي هو ده اه 1 0 0 1 1 0 0 1 مش هقول ده 1 0 0 1 تمام. بعد كده احنا عملنا اللي هو 0 1 0 0 0 0 1 0 0 بعد كده 1 1 0 0 1 1 0 0 يبقى انا كده عندي كم جروب؟ ثلاثة عندي ادي واحد ادي اللي تحت مع بعض ادي اثنين وادي ثلاثة. يبقى كده لما نيجي نعملها بقى تعالى نعملها كده هناخد ده كده الاول مين عندك هنا متغير؟ وكده بقى السي والجي بص السي زائد ايوه بالظبط اللي هو هنا كل ده راح يبقى هنا السي زائد سي زائد سي سي زائد سي فور دي مش هتبقى مصفوفة ها مش بص يا باشا عندك هنا ال A وال B عندك هنا ال A واخد لا انا فاهم راح بس هي بس ليه هي دي بس مش دي بره ولا دي بره عشان احنا شغالين في صفار مش شغالين دي او اس انت شغال هنا ايه؟ دي او اس يعني انت شغال مش سي دي بقى لا سي اور دي لو انت اشتغلها اس او بي هتبقى سي بار دي بار سي بار مضروبه في الدي بار سي بار اند دي بار هنا لا دي بار شغال فوق طيب شغال صفار يبقى سي اور دي مضروب في مين بقى؟ يبقى ده كده الجروب الطويل ده تعالى هنا كده عندي مين؟ عندي اي بار اي بار بي سي اور بي اور دي اور بقى مين هنا؟ نطلع فوق هنا كده سي ده اللي متغير ده اللي طالع اللي هو الدي يبقى انا فاضل لي مين؟ سي تعالى بقى نشوف الترم الثاني هو ده اي بي دي اي بي دي اور اي بي اور اي بي اور بي اور دي اور مين دي دي اور دي تمام كده انا عارف ان في الاول هتلخبط شويه ما بين انك تفرق ما بين اس او بي ودي او اس اشتغلتها النهارده اول ما اروح عشان الدنيا ما تخشش في بعض تمام كده طيب حاجة أقول لك بقى لو أنا عايز أعمل أكونفيرت من بي أو إس لإس أو بي طبعاً دلوقتي أنا لو خدت بالك أنت من هنا أنت عندك إيه؟ عندك الشكل ده كده ده البي أو إس صح كده؟ ده كده إيه؟ الخانة الثانية اللي هي المحايد أيوه تشتغل الخانة الثانية اللي هي مين؟ اللي هي المحايد بص كده ده سؤال جه في سنه من السنين
بعد ما نيجي كده اول حاجه نعملها هنعمل ايه؟ يعني كده تمام؟ عندي هنا ده 1 1 0 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
على اول حاجه ناخدها اهو 1 1 0 0 ادي صفر، بعد كده 0 1 0 0 ادي صفر، بعد كده 3 اصفار 1 1 0 صفرين صفرين واحدين صفر واحد صفر خمسة صفر واحد، وبعد كده الأخيرة صفر 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 واحد صفر. تمام كده؟ يبقى أنا كده عندي إيه؟ تعال نشوف بقى كده، واحد 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 واحد. يبقى أنا هنا عندي كام جروب؟ أي جروب؟ أدي التاني هي التالت. تمام كده؟ تعالى يبقى انا عندي هنا اف دي اس مينيمايز، ده اف مينيمايز اللي هو السؤال الاولاني. ايوه ايوه تبقى انت عارف اللي هي النقطه الاولانيه. ماشي، دي تساوي ايه؟ هناخد الجروب ده، الجروب ده مين اللي اتغير؟ ايه؟ اتفضلي مين؟ يبقى مين؟ بيبار سي كور بيبار كور ايه؟ هنا حاجتين سي اور دي اور دي بيبار. ايوه تمام. تعالى الجروب ده عندي هنا اي دي و اهو بص كده السي بار وده هتبقى دي هنا كده الاولاني. تمام، هنا مين اللي اتغير؟ اللي هنا اتغير هنا بي بي كورين بي هنا زي ما هو 0 0 وال1 زي ما هم يبقى سي اور دي اه كده فاضل لي مين؟ الجروب الثالث. الجروب الثالث بقى اي ودي وسي بور اي اور بي وسي سي بور اي اور بي اور يعني هنا سي بور. تمام، يبقى انا كده جبت المطلوب الاولاني. تعال نشوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني ايه بقى؟ قال لك تحول لي من الشكل ده ستاندرد بي او اس لستاندرد اس او بي. انا هشتغل على ايه؟ هجيب كل مربع اس او بي، كل مربع اس او بي. يبقى انا عندي هنا كده اف اس او بي هتساوي ايه؟ دي كومبلمنت. بص يا باشا، ايوه سي كومبلمنت دي كومبلمنت
هنا كده يبقى ايه؟ اي بار بي بار سي بار دي بار اي بار بي بار سي بار دي بار. اوه تعالى بقى واحد تاني ده اي بار بي سي بار دي يبقى اي بار بي سي بار دي اور اللي بعده اور بي سي اي بار بي سي دي اللي بعده اي بار بي سي دي اي بار بي سي سي دي بار ننزل تحت هنا تعال هنا اي بي بي سي بار سي بار دي اي بي سي بار دي واللي بعده اي اي سي سي اي بي سي دي C D واللي بعده A B C A B C C D بار A B بار A B بار C بار D بار لا A بار بار C بار D بار A B بار مين C بار D بار تاني A B بار C D A B بار C D بار بس بقى من ايه بقى بص كده بص كده ادي واحد لا ناخد ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره تعالى هنا بقى ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احنا كده ماشيين صح كده احنا كل موجود ايه؟ عشان ده عشان نجيب الستاندرد اس او بي يعني احنا ما بنعملش اوبتمايزيشن هنجيب الاكسبريشن الستاندرد يبقى انا عندي كل مربع كل سيل كل خليه تمثلها ترم الترم ده فيه ايه؟ فيه كل الاربعه فاريبلز احنا شغالين هنا اربعه فاريبلز يبقى كل ترم هتلاقي فيه الاربعه لاترز الاربعه لاترز دول سواء اي او اي بار او بي او بي بار او سي او سي بار او دي او دي بار على حسب الخليه دي مكانها فين تمام لو سي فاريبل يبقى نفس الكلام كل ديل كل سيل تمثل سي فاريبل بس دي لاترز وصلت الخطوه الثالثه بقى ان انا ابتدي اعمل ايه؟ اعمل مينيماليزيشن بالشكل ده هبتدي اعمل ايه بقى بص بقى عندي هنا كام جروب معانا العشوائي اللي فوق واحد تحت بص يا باشا كل واحد تحت ايوه ده كده ده هو مع ده هيبقى في ثلاث مربعات بص بقى ادي واحد ادي مربع واثنين جنبهم ادي اثنين والثاني والثالث الثاني تحت بص ادي ده اربعه خدت بالك انا عملت ايه؟ ادي جروب ادي الاثنين ادي ثلاثه وادي الرابع تمام كده؟ تعالى ناخد ايه؟ ناخد دول عشان نخلص منهم على طول بي بار سي بار دي بار بص هنا هنا مين اللي معايا؟ بي بار غير بي بار بي بار الاي بار يبقى بي بار بي بار سي بار دي بار بي بار هنا بقى سي بار بي بار او تعالى بقى ناخد الجروب ده الجروب ده عندي هنا اللي اتغير مين الاي ضاير بيتغير البي مين البي وعندنا الدي وعندي هنا بي ودي السي غار راح يبقى فاضل ايه؟ الدي عندي هنا بقى ده عندي مين اللي فاضل؟ بي هيبقى بي وبس السي والسي واللي بعده اللي تحت تحت ده الاي والسي 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 دي كانت مسألة امتحان بس يا دكتور الثانية الخطوة الثانية الثانية الخطوة الثانية دي ما من أي واحدة لا أي واحدة رقم اثنين فوق خطر أنت بتتكلم على دي ولا بتتكلم على الخطوة الثانية دي التوزيع دي دي هتيجي منين؟ كل سن السن دي السن دي بتساوي ايه؟ اي بار اي بار بي بار سي بار دي بار السن دي احنا هنا بنجيب الوحيد عشان فانت بتجيب كل مربع الترم اللي يخصه ايه؟ هنا اي بار بي بار اي بار بي
سيبار دي ايبار بي سيبار دي هنا ايبار بي سي دي هنا ايبار بي سي دي بار انت تكمل كل حاجه كده خلاص كده طيب احنا كده لحد كده تمام قوي كده احنا خلصنا ايه محاضرتنا النهارده حد عنده سؤال في الكلام ده؟ اظن ان ايه موضوع ال موضوع اللوجيك بالنسبه لنا مش طبيعي ان شاء الله.